السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا صينية سردين بالخضروات، بس حاجة جميلة هتعجب حضراتكم. هنشوف مقاديرنا. عندي سردين بلدي، بصل وتوم وفلفل حار وهريسة وشطة وشبت كزبرة بقدونس زيت بطاطس فلفل ألوان عصير ليمون خل زيت برضو تاني، مش عارف ايه حكاية الزيت معانا متكرر 3 مرات. بطاطس، طماطم، ملح وفلفل، كمون، كزبرة ناشفة، بهارات سمك. السردين لازم بتغسل غسلة نظيفة زي ما انتوا شايفينه كده، ومتقشر وزي الفل زي الفل. طيب هنا نبدأ نعمل البطاطس. هنقليها الأول اهي، اول حاجه بنحط البطاطس. تتقلي براحتها. بعد كده نجيب هنا الزيت بتاعنا. ننزل بالبصل شرايح. وادي الثوم. يا عم عبد الحق السلام عليكم حبيبي. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. صباح الله ما شاء الله. الله حبيبي عمدتنا، صباح الهنا عليك يا جميل. صباح الورد والياسمين يا شيخ. نهارك زي القشطة إن شاء الله. نهارك زي الورد والياسمين وكل حاجة حلوة يا حبيبي. حبيبي يا عمدة، صباح الهنا على عيونك يا حبيبي. صباح الفل. الله يخليك يا شيخ. يجعل نهارك زي الفل. إن شاء الله لينا وليك ولأمة سيدنا محمد. حبيبي يا عمدة. طيب. كده ده السردين بتاعي. نبدأ نبهره. ملح، فلفل، وعايز ليمون ياما. روحوا الليمون. صلى على النبي. فين يا ابني السنان المدورة او بلاكس المدور يا ابني؟ كده يبقى زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. مين يا فندم؟
مين فرج؟ يا عم فرج حبيب قلبي. سلام عليكم يا عم فرج. ازيك يا حبيبي؟ الله ينور عليك. صباح الهنا على عيونك يا عمي. نهارك ابيض يا ريس. نهارك كله خير يا حبيبي. نهارك ابيض يا حبيب قلبي. امرني. الله ينور عليك يا حبيبي. بصبح عليكم. احلى صباح عليك يا عمي. حلو تعالى. عندي هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كل الخليط ده، ده تبل التتبيله الحلوه دي يا دوبك على السوا كده. هنا البهارات بتاعتي فلفل حراء، حبه الملح، فلفل، كده دي الخضرة، شبت، بقدونس، وادي الهريسة بتاعتي الأساسي، شوية مية. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بطاطس شغالة، نشيل كل حاجة من هنا. طيب كده نشيل ده من هنا. لازم البطاطس بتاعتي تستوي كويس. نبدأ نشتغل في الوجبة اللي بعديها. بقول لي استنى ما تجريش عشان عندنا شغل كتير. حاضر. نعم يا فندم. حاضر يا فندم. ما هو انا مش ماشي يا باشا. نصلي على الحبيب. يا ست صفاء سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيف شربين. يا صباح الهنا على عيونك يا ست صفاء. صباح الخير عليك. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا فندم. وكل سيدي صفاء. أموريني. ربنا يكرمك. أنا بس عايزة أتصل بيك وأقول لك كل نعم سنة فندم. وحضرتك طيب. وانت طيبة يا فندم. وربنا يكرمك كده ويسعدك ويهنيك زي ما بتسعدنا وتهنينا.
وبتخلينا كل يوم نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد. ربنا يكرمك يا شربيني ويحافظ عليك وعلى اسرتك. ربنا يكبر بخاطرك يا ست الكل، الله يزيدك من نعيم الله. اشكر سعادتك على اتصالك يا حبيب، اشكرك يا ست الكل. كده عايزين كده استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير محطه ورا فيحات. رجعنا بعد الفاصل وكده حضراتكم بنرص البطاطس اللي انا حمرتها دي اهي، بدون اي اضافات عشان معاها كل التوابل داخله عليها دلوقتي. طيب بعد كده ايه يا سيدي؟ ده الخليط بتاعي. بص يا سعادة الباشا، بعد كده كده معلش ربنا يكفك شر اللي في دماغي. حبيبي ومنه لله لمن السبب. هتعدي يا رب يا رب يا رب. كده حلقة هادية. المخرج بيقول لي كويت وشكلك عايز تنام. لا انا مش عايز انام ولا اتكسس اللي انت واخد بالك منها دي. شفت الجمال والحلاوه دي يا باشا؟ حلاوتك يا جمالك خليت للطباخين ايه. طيب كده لسه عايزين ليمون. طيب مش مشكلة. يا باش مهندس اللي بتبلبط في المية. يا صباح السعادة يا صانع السعادة. سمع ان انت عمال بتبلبط هناك يا باشا. في انتظارك يا سعادة الباشا. حبيبي صباح الفل على عيونك يا مين. والله وحشني يا حبيبي. حبيبي كل سنة طيب يا باشا. صباح الفل. كل سنه وحضرتك طيب يا حبيبي. صباح لا انا على صباح على عم الحاج كله بيصبح رشاد وصبح على الشباب كله حاج حمامه. صباح الفل. صباح الفل والجمال ايدك يا حبيبي. حبيبي تسلم لي.
كده هنا نقفل الشغل بتاعنا الجميل ده. انا شايف ان الصينية دي بصراحة يعني بس عايز ايه ادوقها من بره عشان ما تضحكش عليا اقول لي انت سيبها ايه عفشة، لان المخرج دايما بعفش معايا الايه الهوامش. طيب بعد الحلاوة والجمال ده نخش على الفرن بتاعنا. اهو صلي على رسول الله، تلت ساعة بالكتير قوي هتطلع معايا زي الفل. نعمل بقى حبة رز بالجمبري، حبة رز ايه بالجمبري. نقفل الرز بتاعنا الاول وبعدين نشوف هنعمل ايه مع الجمبري. ده زيت عادي ده الرز بتاعي. الرز المرة دي هديله شوية تحابيش كده حلوة عشان يبقى ليه طعم جميل. نسخن الرز بتاعنا كويس عشان ايه يطلع معانا مية مية. ملح اهو كده، ست الحاجة ام محمد. ازيك يا شيف؟ صباح الفل. عن اذنك عايزة طريقة عمل الكيرسو. الله يخليك يا فندم، اموري. عايزة طريقة عمل الكيرسو. اللي هي فندم الكيرسو؟ على عيني يا فندم. حاضر يا فندم، خدام سعادتك، اشكرك. كده هنا عايز اعمل حبة رز حلوين، ده شبت كزبرة خضرة عندي، سمك رز بالكاليماري والجمبري، رز بالسيفود يعني، بس هنعمله حاجة ريتش، حاجة ريتش، فلفل ألوان، حطينا عليها شوية خضرة، فلفل الوان، كده طيب، حبة ملح، ده مكعب مرق، ودي ميه سخنه.
صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي صلاة النبي. نعم فن. قول يا رب. هستأذنكم هاخد فاصل وارجع تاني، وبقولي لي ما تشتغلش زي ما قال المخ. اوه ضغر المحطة واضرب اي حتة. طيب كده هنا حضراتكم عندنا سمك، رز بالسمك زي ما انتم شايفين حضراتكم بالاسماك، حطينا حبة سكر يكرمله كالعادة. هو بقول لي ايه الموضة الجديدة بموضوع السكر في الاكل ده؟ يعني المخرج مش عاجبه القصة دي، بقول لي انا شايف موضة جديدة ان كل حاجة بتعملوها بتديها سكر. طب ما احنا بندي ملح يا عم، مش معنى اتكلمت على السكر ما اتكلمتش عن الملح. قال لي لا الملح هيبقى عيش وملح. الكراميل او السكر ده ليه مزايا حلوة جدا في الاكل، بيعمل نسبة معادلة، وفي نفس الوقت بيطعم الاكل بالبصل بالذات بكرمله، وبيديك نتائج جميلة. لو احنا ما كناش عارفين ان في نتائج جميلة ما كناش تعدينا ولا تجاوزنا حدودنا وحطينا السكر. طيب كده بنا البصلات بتاعتي بتقلب ببني على طول، بتقلب ببني اهو. رز السمك النهارده عملناه بطريقه جديده للسيفود، رز احمر احنا عملناه بطريقه جديده للسيفود. الرز الاحمر عملناه كتير قوي، بس احنا النهارده جددنا فيه وبنعمله بالوان مختلفه كده. قال لي لا انا عايز احمر، ما احنا هنحمره ما تقلقش. يبقى كده ده السمك بتاعي. وعندي السبيط متقطع جاهز، والجمبري متقشر جاهز. أكلة غنية وجميلة وحلوة. أبص على الفرن بتاعي بقى عشان ما إيه ما يروحش ويسهى عليا. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد. طلعك بره شوية؟ أهو أنت جايب لغليغو. يا صلاة النبي عليك يا جامد. هو ده الجمدانة والحمشانة. لا الدنيا مطينة طنطين. هتعدي على خير. طيب كده هنا. يابا. ياما. طيب أنا يعني هنحط الجمبري كده. اهو وادي الكرفس معاه، ونجيب طاسه تانيه نحطها كده. عندي شوية ليمون لازم يكونوا جنبي هم. كده. هنا حبة زيت. مش كتير. وده التوم بتاعي. النص هنا. وادي النص التاني هنا. حبيبي يا رسول الله. ده الزعتر وحبه هنا، وقلب الرز بتاعي. ها
حبيبي يا رسول الله. فل الفل. كده هنا دي الصلصة بتاعتي. تشيل ده كده. الطاسة التانية اشتغلت ايه. نجيب دي كده قدام المخرج عشان ما زعلش مننا وياخد مننا موقف. بحمر دول اهو بشمطهم على رأي المخرج. الليمون هنا مع الجمبري. الله يا بلادنا الله. دي الهريسة بتاعتي. كزبرة ناشفة. شوية كمون. نعم يا فندم انا جاهز. حبة قرفة ناعمة. هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا هنغير المحطة وانا اروح في اي حتة. رجعنا بقى حضراتكم. حطينا ابو قرش على ابو قرشين زي ما حضراتكم كده شايفين. بقول لي طب ايه الحكمة ان انت حطيت ده لوحده وده لوحده؟ مخرج ذكي جدا وعايز برضو يعرف كل حاجة. احتمال يقلب بعد رمضان يبقى شيف. قبل رمضان انت مواثق من نفسك قوي. طيب اي نفع. الكاليماري بيجيب مية. السمك بيجيب مية. الجمبري بيجيب كوليسترول. ما بيجيبش مية. ولازم اخدهم لوحديهم عشان ما تبقاش العمليه سايسه عندي وميعه كده. يبقى عملناها بطريقه صح. ادينا الليمون بتاعه ونقفل عليه ان استوى. النهارده هعمل بابا غنوج غريبه شويه. غريبه شويه. يعني بابا غنوج بالخضار اتخضيت الصبح وانا جاي اصلا كده كده مخضوض. فقلت لها طب هنتعامل ازاي مع السكه دي والقصه دي؟ قالت لي ايه؟ خش بقلب جامد وسلمها لله. اول مره اعمل البابا غنوج دي. انا بستنى السكينه عشان اقطع بيها البتنجان المشوي. يا ساتر. قال يعني هذبح. طيب. بتنجان مشوي، بطاطس مكعبات مسلوقه، فلفل الوان مكعبات صغيره، طماطم مكعبات صغيره، بقدونس، بصل اخضر، بقدونس برضه اخضر، خيار اخضر، طحينه وزبادي، عصير ليمون، بابريكا، كمون، ملح وفلفل وخل. خلي بالكو انا بحتاج حبه من الجوز بتاع بصوا حضراتكم اهي الجوز بتاع البتنجان ده انا بحبه. بيديني طعم حلو قوي. اديله شويه خل كمان عشان يبيض معايا. وادي شويه ليمون. المره دي انا مش هفرمه في الكبه، هفرمه مانوال يعني بايدي كده
يعني انا ممكن احطهم كده وافرمهم هنا. ازاي افرمهم كده؟ اصله مشوي اهو، بكسره كده زي ما حضراتكم شايفين، بدل ما ايه اكسر واحك الدنيا. بس اوعي تخبطي جامده جامد عشان ما تاخديش الايه معاك البوله وانت شغاله تكسريها. نعم. يبقى كده فرمناه بس بطريقه ايه شفشائيه كده اهو، ده اتفرم اهو. ايه رايك في الفرمه دي يا انسه؟ مين؟ ادي البطاطس بتاعتنا. انت واخد بالك اهو يا ست الحباب يا حبيبه. الو، فلفل الوان حبيبه. طب الغريب هنا بقى اللي انا ما شفتوش لغايه دلوقتي ومش عايز اشوفه ولازم تجيبيه، التوم. ما فيهاش توم؟ حيزني. سهو عليها الأنسة، سهو عليها. ما هو مشكلة انت شغالة مع الطباخ يعني نص كم. وانا حد قال لك انا لسه على رمضان بقى هيرقوني. ايوه حلوه دي، ايوه كده. شفتوا المخرج قال ايه؟ قال لو بعمل تورتايه حط لي بصل وتوم. اطلع بقى بالفرن بتاعي عشان اعوق وكده، يبقى في عوق. والنبي صلى على النبي. يعني يابا هفضل اقول لغايه ما تقول مني. حبيبي يا رسول الله، انت معايا؟ انت مش ويايا ليه؟ انت مش حدايا ليه بس؟ شوف بقى التوم ازاي جه؟ توم كان مكستر. يبقى هنا التوم، هنا اليوجر. قال لي قول الزبادي وما تقولش يوجر. حاضر، قل ولا تاكل. التخينه قال لك لا اسمها طحينه كده. النبي هتعدي وتبقى زي الفل. كمون. ملح وفلفل. بعد كده ادي خل، ادي زيت زيتون، ادي ليمون. سيليكشن توجذر اهو، نضربهم مع بعضهم. لو احتاجوا شويه ميه صغيرين مش مشكله، شويه ووتر اهم. عايزها سايبه شويه عشان تغذي الخامات اللي قدامي. بابا غنوج بس ايه؟ ما ايه رايك لو سميناها ماما غنوج؟ عشان عيد الام. اهو. سلك شادو. اتريق عليا. فوق. والنبي همك، يا ريت واحد يفوق. فوق ولا تحت اي حاجة. أني مش عارف أقول لكم إيه برضو. حاضر يا فندم، خدام سعادتك يا فندم.
اللهم صل على حبيبي سيدنا محمد. كده احبك يا رسول الله. قوم بقى ايه؟ وكتاب الله حلوه. وانا ما عملتهاش قبل كده بس لازم ادوق عشان اعرف انها صح ولا غلط. وحياه النعمه لو وحشه ولا لو وحشه. هقول مش قوي يعني. ومش هحلف اقول حلو. اخد فاصل وارجع لكم تاني وانا غير محطه وانا في حته. رجعنا بعد الفاصل. وكده بقى نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي على رسول الله. طيب حبة زيت زيتون اهو. نغرب بقى الرز بتاعنا اللي بالاسماك. حبيبي يا رسول الله. اوبا يا ست الحاجة ام شريف. صباح الفل. صباح الفل يا ست الحاجة. التحفة الفنية دي يا كبير من حق الكبير يتدلع والله العظيم. صباح الفل على عيونك يا حاجة. ايه الجمال اللي بيتعمل النهاردة ده ما شاء الله. فاكرة السردين اللي امك كانت بتعمله صينية زمان؟ حبيب قلبي ما شاء الله والله العظيم تحفه فنيه. حبيبتي ربنا يجبر بخاطرك يا امي. جمال قلبك كبير. تسلم ايدك يا حبيبي. ربنا يجبر بخاطرك يا حاجه. يوم كده كسكسي بقى تعمل لنا كسكسي وبط وكده. الله يبارك لك يا امي. صباح الفل على ست مشريف. اهو. المخرج عايز يروح. وانا مش فاضي. مش عارف اقول له ايه. طيب هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. نعم. نعم يا فندم. ها؟ يا باشا والله العظيم راجل ده مزعلني. عامة حضرتك موجود بالدنيا حدانا. نعم. ابن حبيبي بشكر مخرجنا الجميل وعم محمد اللي جاب لي الطايم
غصب عن المخرج. اوعى الدنيا ببعضيها بقى. قال لي محدش يزعلك وانا موجود. طبعا ابني وحبيبي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. طيب. نعم. ما قفلتش ليه؟ لا يا يا اهو بشكر اشكر كل الكاست اللي حدايا. والله اسكت ماشي. اشكر مخرجنا الجميل واشكر كل الكاست اللي معايا. نشوفكم بكره على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.